جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما صحة هذا الحديث؟ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. حديث معناه صحيح، وهو الحث على كثرة الاستغفار من أجل أن يجده في صحيفته يوم القيامة، لأن أعمال بني آدم وأقوالهم تكتب في الصحائف تعرض عليهم يوم القيامة ويجازون بها، فهذا فيه الحث على كثرة الاستغفار وملء الصحائف به ليجده مدخرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.